أهلا بكم. حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي المقتصر على 4 جلسات بسبب الاحتفال برأس السنة الهجرية مكاسب بلغت نحو 8.7 مليار جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 616.6 مليار جنيه مقابل 607.9 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق، بارتفاع نسبته 1.4%. وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.97%، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنحو 2.59%. شملت الارتفاعات مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 2.9%. صرح وزير الإسكان عاصم الجزار أن نسبة تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع جنة بمدينة المنصورة الجديدة بلغت 81%، وبلغت نسبة تنفيذ وحدات مشروع سكن مصر 90%. وأوضح الجزار أنه جاري تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، منها جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ومدرستان للتعليم الأساسي ومحطة لتحلية مياه البحر. على مساحة 72 فدان تم تخصيصها لإنشاء مدينة المنصورة الجديدة، يجمل بوتيرة متسارعة للانتهاء من المرحلة الأولى والتي تتضمن عددا من المشروعات الإسكانية المتميزة والمباني الخدمية والتعليمية. جامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا، ودي من ضمن الأربع جامعات على مستوى الجمهورية، فطبعا ده انجاز كبير ويعتبر شيء كويس ومفيد لابناء الاهليه والمحافظات المحيطه بها. الجامعه دي طبعا هي على مساحه حوالي تقريبا 130 فدان، وبتضم اكتر من 9 كليات ما بين كليات نظريه وكليات عمليه. احنا الحمد لله الوقت يمكن اشتغلنا في السور قطعنا فيه شوط كبير جدا، شغالين الوقت احنا واقفين الوقت على كليه المعاملات اللي هي الدوليه واداره الاعمال، ودي على مساحة 6000 متر. وتشمل الإنشاءات بالمدينة على محطة تحلية مياه البحر والمقرر لها طاقة إنتاجية ب 160,000 متر مكعب يوميا، فضلا عن إنشاء محطة للمحولات الكهربائية. احنا في مدينة المنصورة الجديدة حجم الاستثمارات اللي فيها تتعدى 20 مليار جنيه، المرافق فقط تتعدى 6 مليار جنيه. بنتكلم عن محطة تحلية مياه البحر في المنصورة الجديدة تقام على مساحة 22 فدان في أقصى غرب المدينة. التصرفات الإجمالية بتاعتها طبعا 160,000 متر مكعب في اليوم، وإحنا بننفذ المحطة طبقا لتوجيهات معالي رئيس الجمهورية اللي ننبه بضرورة التوسع في إنشاء محطات التحلية من مياه البحر. واقتربت المرحلة الأولى من المدينة على الانتهاء، حيث بلغت نسبة كبيرة من الأعمال الإنشائية على الانتهاء فيها، والتي تم تحديد نهاية العام الجاري لتسليمها. وقعت 5 شركات أمريكية اتفاقات مع الحكومة العراقية تهدف إلى تعزيز استقلال العراق في مجال الطاقة عن إيران، وذلك مع استعداد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للقيام بأول زيارة له إلى البيت الأبيض اليوم. وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إن الشركات الأمريكية وقعت اتفاقات تجارية بقيمة تصل إلى 8 مليارات دولار مع وزيري النفط والكهرباء العراقيين. في أسواق المعادن النفيسة صعد الذهب اليوم معوضا بعض الخسائر إثر موجة بيع في الجلسة السابقة، بعدما أثار البنك المركزي الأمريكي مخاوف من أن يكون التعافي من التراجع الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا يواجه مسارا تكتفه ضبابية شديدة، وهو ما ألقى بظلاله على معنويات المخاطرة. زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1943.7 دولار للأوقية، وصعدت الفضة 0.1% إلى 27.1 دولار، فيما قفز البلاتين 0.3% إلى 934.71 دولار.
أغلقت البورصة الأمريكية على تراجع بعد أن فاقم البنك المركزي الأمريكي المخاوف من أن تعافي الاقتصاد الأمريكي من الآثار المدمرة للجائحة يواجه مسارا شديدا ضبابية. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 31%، وأغلق المؤشر ستاندرد أند بورز منخفضا 44%، ونزل المؤشر ناسداك 57%. مشاهدينا، انتهت أخبار الاقتصاد، وأعود مرة أخرى إلى أخبار السياسة وزميلتي منى. شكراً.